العام يعني. وكمان يعني بيعطي مثال ما يحدث الآن في القدس، فبيقول في الابتلاء العام التصرف هنا إيه؟ إزاي نقتضي بالنبي وتعامله مع الابتلاءات؟ بالدعاء والحكمة، وأكيد القدس يعني في قلوب الجميع، ولذلك احنا في شهر الحقيقة أيوة إن كنا فرحانين بمولد النبي، ولكن هذا الحدث الحقيقة والقرارات الغاشمة الظالمة الجائرة اللي مش عارفين تبعاتها إيه بتؤلمنا أحيانا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرجعهم إلى رشدهم، وأن يسخر للقدس من علماء ومن رؤساء ومن حكماء من يردون لها حقها ويدافعون عنها. اللهم آمين. فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا لهذه الحلقة. حزينة عيناك يا أرض البتول، يا واحة ضليلة مر بها الرسول، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى الملتقى.